الميدان الكبير، حيث أعلنت انطلاقة جديدة وتحدي جديد يحمل أيضا عنوان الإبكار المحليات الأصائل في الشوط 17 الذي يسير أمام حضراتكم. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول. 6 كيلومترات هي رحلة هذا الشوط وجميع الأشواط في هذا الصباح لنتابع مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول تأتي الغزيل على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، ساري بن بلوش المزروعي من يقدم الغزيل لدى هذا الانطلاق مع المقدمة ومع الصدارة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، بنت صوغان تتواجد على المركز الثاني لسيد محمد بن بخيت بن صياح المزروعي، بينما المركز الثالث انطلاقة بشاير لسيد محمد بن عتيق الكتبي، والمركز الرابع تتدخل سرابه لسيد احمد بن عبد الله بن ركاب العامري من يقدم ايضا سرابه في هذا الانطلاق، بينما المركز الخامس تاتي الشاهينيه لسيد سيف بن علي بن حمود العويسي من يعلن بانطلاقه ووجود الشاهينيه في هذا الانطلاق بالمركز الخامس. المركز السادس هنا تتواجد الطياره لسيد حمد بن سهيل بن محنى العامري من ياتي بانطلاقه وتحديات الطيارة مع المركز السادس، بينما المركز السابع بدأ التدخل بهذا الانطلاق من الجانب الآخر. من تدخلت على المركز السابع تأتي أيضا نصيبة حمد بن سالم بن سليم الكتبي، والمركز الثامن هذه هي عتاب خذت المركز الثامن حمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري من يقدم هذا الاسم في المركز الثامن. المركز التاسع عسيلة لسيد محمد بن صغير بالصائغ المزروعي، وعاشر المراكز تاتي الطيارة حمد بن سهيل بن محنة العامري من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل، في هذا التحدي المثير، في انطلاقة ايضا هذه الافكار. وهناك اسماء لم يحين لها موعد الوصول والدخول الى العشر المراكز المتقدمة، ترقبوها كما تعودنا في هذا العالم، عالم هذه الرياضة العربية الاصيلة، العودة الى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى من تقود هذه الجموع من الأبكار المحليات الأصائل. ما زالت الغزيل، ما زالت الغزيل على مقدمة هذا الشوط، ساري بن بلوش المزروعي من يعلن بانطلاقة الغزيل لدى المقدمة والصدارة. تحركت الأسماء مبكرا، خلاص يا المزروعي، السرابة تأتي مع المركز الثاني لسيد أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري من يعلن بانطلاقة السرابة في المركز الثاني، بينما المركز الثالث تصل نصيبة حمد بن سالم بن سليم الكتبي من يعلن بانطلاقة هذا الاسم. تدخلت بشاير لتحمل ايضا كل بشرى الفوز والناموس محمد بن عتيق بن علي الكتبي، ومن الجانب الاخر على المركز الخامس تتواجد ايضا مصيحة ظافر بن هادي بن مسعود الاحباب. يلا مع مصيحة، مصيحة وصلت، مصيحة تدخلت بهذا التدخل الخطير والجميل للغاية، بينما المركز السادس هنا تصل مشاهدين الأعزاء بشعار بالصايق مع أيضا عسيلة محمد بن صغير بالصايق المزروعي، والمركز السابع تصل أيضا سرابة خليفة بن علي بن لاحق الاكتبياتي بانطلاقة سرابة أول لدى لسرابة. هذه هي الأسماء التي بدأت بالتدخل والانضمام مع المراكز المتقدمة، وصول أيضا الخزنة لسيد الخزع بن أحمد بالخزع العامري، وتدخلت نصيبة سلطان بن حميد بن علي الاكتبياتي مع نصيبة في هذا الأداء الرائع والجميل. هذه هي الأسماء المتقدمة، الكل بدأ بالانتقال من مركز إلى موقع متقدم في هذه التحديات، في هذه التوقعات التي تدور في أذهان الجميع بتحقيق الفوز والناموس، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى من تقود هذا الشوط، إلى من تعلن أيضا بالانطلاق مع المقدمة. ما زالت سرابة، ما زالت سرابة على مقدمة هذا الشوط لسيد أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري. خلاص يا بن ركاب، ما تبقى إلا القليل، دير بالك من الأسماء القادمة. المركز الثاني وصلت هنا أيضا أنصيبة التي نصبت نفسها في هذا المهرجان وفي هذه اللحظات بوصولها على المركز الثاني، أنصيبة لسيد سلطان
إصابة لسيد حمد بن سالم بن سليم الكتمي تتواجد على المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث إصابة لسيد خليفة بن علي بن لاحق الكتمي، بينما المركز الرابع الخزنة وصلت الخزنة، انطلقت الخزنة مشاهدينا الأعزاء لسيد الخزع بن أحمد بن الخزع العامرياتي مع انطلاقة الخزنة، بينما المركز الخامس هنا تصل مشاهدينا الأعزاء الشاهينية سيف بن علي بن حمود العويسي، قادم العويسي لينطلق في هذا الشوط، لينطلق أيضا مشاهدينا الأعزاء بانطلاقة شاهينية مع المركز الخامس. المركز السادس تأتي أيضا في هذه اللحظات بشعار أيضا مشاهدينا الأعزاء محمد بصغير بالصايق المزروعي مع أيضا عسيلة، وصلت زاهية أحمد بن هلال أبو إبراهيم يأتي بانطلاقة زاهية 1200. خلاص هناك العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، تحركت الأسماء، انطلق الكل، حرك الكل، حرك أيضا نحو الفوز والناموس، وما زالت سرابة، ما زالت سرابة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول لتنطلق مع الصدارة أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري، من يعلن بانطلاقة هذه الأسماء، يعلن بوجود هذه النوحيات، وتحرك العويسي. الله 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 الله، يا سلام. هذه هي مشاهدينا الأعزاء الشاهينية على المركز الثاني، سيف بن علي بن حمود العويسياتي مع هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير بثاني المراكز، الثنتين انفردا انفراد كلي وابتعدا عن بقية الأسماء المشاركة، وما زالت سرابة، ما زالت سرابة مع بداية الجولة الأخيرة، مع بداية أيضا ال 500 متر الأخيرة، وطارن الثنتين طارن، السرابة والشاهينية، الشاهينية وسرابة، السرابة على المقدمة على المركز الأول تقود هذا المسار منذ البداية لا سيد أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري، ولكن العويسي قادم الله، الشاهينية سيف بن علي بن حمود العويسي، الشاهينية وسرابة، السرابة والشاهينية، الشاهينية وسرابة، التحدي الثنائي، الانطلاق الثنائي، الميتين متر الأخيرة مع الثنتين، السرابة سرابة، الشاهينية قادمة، السرابة صامدة، الشاهينية في اللحظات الأخيرة تبدأ باختطاف ناموس هذا الشوط، سيف بن علي بن حمود العويسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا العويسي. المركز الثاني السرابة لسيد أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري، بينما المركز الثالث كانت مياس سعيد بن مبارك بالحرزي الشامسي، والمركز الرابع لسيد محمد بصغير بالصايق المزروعي مع عسيلة. بالمركز الخامس أتت مشاهدينا الأعزاء وكانت تملولة ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد مع المركز الخامس. ما شاء الله، تحدي وإدارة، انطلاق رائع وجميل، منافسة قوية كانت ما بين الثنتين حتى الأمتار الأخيرة، ولكن استطاعت شاهينية أن تهدي ناموس هذا الشوط إلى أهالي السلطنة وخاصة أهالي قعلان. تهانينا وناموس سيف بن علي بن حمود العويسي على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول إلى خط النهاية، لتعلن أيضا مشاهدينا الأعزاء خلال انطلاقها بالستة كيلومترات بتوقيت زمني 9:21 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما أيضا كانت سرابة في قمة التنافس والتحدي منذ البداية وحتى النهاية، حصلت أيضا على المركز الثاني، تهانينا لأحمد بن عبد الله بن ركاض العامري بتوقيت زمني مقدار 9:21 ثمانية أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كانت هناك أيضا مشاهدين الأعزاء مياسة سعيد بن مبارك بالحرزي الشامسي، من قدم هذا الاسم وفاجأتنا في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني 9:27 ستة أجزاء من الثانية، تهانينا.